رئيس الدولة يتسلم نسخة من كتاب أبو ظبي واللؤلؤ، قصة لها تاريخ، مؤكدا حرصه على دعم أبنائه المبدعين والموهوبين والمثقفين. محمد بن راشد يؤكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة الاتحادية تستلهم في عملها نهج الآباء المؤسسين وتمضي في مسيرتها. ولي العهد نائب حاكم الشارقة يرأس اجتماع المجلس التنفيذي ويطلع على استعدادات هيئة الإنماء لمهرجان الشارقة المائي 2012. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مؤسسة الشارقة للإعلام أحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأقدم لكم نشرة أخبار الدار لهذا اليوم. قدمت لكم العناوين وإليكم التفاصيل. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أكد حرصه على دعم أبنائه المبدعين والموهوبين والمثقفين من المواطنين والمواطنات الذين يجسدون الصورة الحضارية التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات. جاء ذلك خلال تسلم صاحب السمو رئيس الدولة نسخة من كتاب أبو ظبي واللؤلؤ، قصة لها تاريخ، والذي أعدته وحررته الدكتورة فاطمة سهير المهيري مديرة مركز الحصن للدراسات والبحوث. ويلقي هذا الكتاب الذي كتب مقدمته سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وأصدره مركز الحصن للدراسات والبحوث، يلقي نظرة جديدة على تاريخ إمارة أبو ظبي ويقدم معطيات وحقائق تاريخية وفق منهج تحليلي يساعد على فهم عميق لتاريخ أبو ظبي، مركزا على علاقة شعب الإمارة باللؤلؤ والذي كان يجسد تاريخه ويمثل عصب الحياة في أبو ظبي ماديا وثقافيا واجتماعيا. من ناحية أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سعادة الدكتور عبد الله أحمد المندوس المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الذي أطلع سموه على نشاط المركز وما يقوم به من أعمال. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء الذي عقد في دار الاتحاد في دبي مجموعة من المبادرات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني 41 للدولة. بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسة. من دار الاتحاد كانت البداية، ومنها اليوم نجدد الانطلاقة. لا نجتمع اليوم هنا لإحياء الذكريات، بل نجتمع لنجدد عزيمتنا ونشحذ طاقاتنا ونستذكر روح الطموح الكبيرة التي كانت لدى الآباء المؤسسين والرؤية العظيمة التي قادت لولادة دولة استطاعت أن ترسخ لها مكانة عالمية خلال 41 سنة. وبنفس هذه الروح وهذه الطموح العظيمة نستطيع أن نمضي بكل ثقة وقوة نحو المستقبل. هذا ما صرح به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في دار الاتحاد في دبي، معلنا سموه خلال الاجتماع أن عام 2013 سيكون عاما للتوطين تتضافر فيه الجهود وتتوحد فيه الطاقات، ويتم خلاله إطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية على جميع المستويات، إلى جانب اعتماد المجلس وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي. ووافق المجلس على إنشاء متحف الاتحاد بجانب دار الاتحاد لتوثيق تاريخ الاتحاد وأهم محطاته والشخصيات المؤثرة فيه وحفظ ذلك للأجيال القادمة، كما اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتوجيه وزارة التربية والتعليم تضمين سيرة الآباء المؤسسين في مناهج التاريخ والتربية الوطنية في المدارس الدولة،
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتوجيه وزارة التربية والتعليم تضمين سيرة الآباء المؤسسين في مناهج التاريخ والتربية الوطنية في مدارس الدولة، وإدخال موضوع الدراسات الإماراتية كمادة إلزامية لمتطلبات التخرج في كافة الجامعات الوطنية والخاصة. وأقر مجلس الوزراء تسمية يوم 19 من رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بيوم العمل الإنساني الإماراتي. لأخبار الدار شيخ مليف. في دبي أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مباحثات رسمية مع الرئيس فيكتور يالوغوفيتش رئيس جمهورية أوكرانيا، تناولت سبل توسيع آفاق التعاون والاستثمار بين دولة الإمارات وأوكرانيا خاصة في المجالات الصناعية والزراعية. وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالرئيس الضيف خلال استقبال سموه له في قصره في زعبيل، معربا سموه عن أمله في أن تسفر زيارة الرئيس يالوغوفيتش للدولة عن نتائج طيبة تسهم في مد جسور جديدة للتواصل بين البلدين على مستوى القطاعين العام والخاص. من جهته أكد الرئيس الضيف أن هناك طاقات وإمكانات مشتركة بين بلاده ودولة الإمارات يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لإقامة علاقات شراكة واستثمارات مجدية، معربا عن ثقته بأن زيارته للدولة ومباحثاته مع قيادتها الرشيدة ستظهر نتائجها الإيجابية في المستقبل القريب. كذلك التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الوفد البرلماني البريطاني الذي يضم 9 نواب في مجلس العموم البريطاني من حزبي المحافظين والعمل. وقد تبادل سموه والوفد بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة الحديث حول السبل الكفيلة بتطوير علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات وبريطانيا على كافة الصعد، لا سيما في المجالات التعليمية والثقافية والسياحية والتجارية. وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في معرض حديثه لأعضاء الوفد إلى أن دولتنا تحرص على بناء جسور وفتح قنوات للاتصال والتواصل مع مختلف دول العالم. في مكتبه في الديوان الأميري بعجمان استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ محمد بن عبد الله بن علي القتبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه خلال اللقاء بالسفير مثمنا جهوده في إرساء وتدعيم العلاقات الأخوية الوثيقة في العديد من المجالات التي تربط البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين في مختلف الميادين. وهنأ سعادة السفير العماني سموه باليوم الوطني 41 لدولة الإمارات مشيدا بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة. كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان وفدا من الجالية السودانية في إمارة عجمان والذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 41 لدولة الإمارات. سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي استهل الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس بتهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحكام الإمارات باليوم الوطني 41 لدولة الإمارات. كما وجه سمو ولي العهد التهنئة لإخوانه أولياء العهود ونواب الحكام. عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ناقشها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد بمكتب سمو الحاكم. واستعرض المجلس الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، استعرض التقرير المقدم من دائرة الأشغال حول تطوير بوابة التعرفة المرورية للشاحنات، كما اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن الأعفاء من سداد رسوم الحصول
الحصول على شهادة الإفادة لصالح دائرة الإسكان. واطلع المجلس على مشروع بتعديل المرسوم الأميري بشأن الأنواط والميداليات والشارات العسكرية للعاملين محليا بشرطة الشارقة والمقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووجه برفع المرسوم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتماده. عقب ذلك تلا سعادة سلطان علي عبيد المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي مواد مشروع القانون بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة والمقدم من المجلس الاستشاري للإمارة والتعديلات التي أدخلها المجلس، ووجه المجلس برفعها لصاحب السمو حاكم الشارقة لاتخاذ اللازم. واستمع المجلس التنفيذي من سعادة محمد علي نومان عضو المجلس رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي إلى تقرير عن استعدادات الهيئة لمهرجان الشارقة المائي 2012. لأخبار الدار محمد سليمان. إلى أبو ظبي، حيث استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في مكتبه في ديوان عام الوزارة فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل في مجلس النواب اللبناني الذي يزور الدولة حالياً. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في لبنان، وأكد سموه خلال اللقاء دعم دولة الإمارات للبنان الشقيقة. حضر المقابلة سعادة محمد محمود الخاجة مدير مكتب سمو وزير الخارجية. وفي كلمة ألقاها خلال حفل استقبال نظمته وزارة الخارجية بعنوان الدبلوماسية في دعم الاستثمارات الوطنية في الخارج، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن سياسة دولة الإمارات الخارجية تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الدولي والشراكة والانفتاح وبناء الثقة وتحقيق التنمية مع الاحتفاظ بخصوصية مجتمعنا وتراثنا وحضارتنا العربية الإسلامية الأصيلة. وأوضح سمو الشيخ عبد الله بن زايد أنه في هذه الأيام المجيدة التي نحتفل فيها باليوم الوطني 41 نتذكر إنجازات الآباء المؤسسين ونستذكر التضحية والجهد والعطاء والصبر الذي بذله المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله من أجل بناء دولة عصرية حديثة أخذت مكانتها الرفيعة بين دول العالم وأصبحنا نفاخر بها الأمم، وإننا نجد أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية لمواصلة مسيرة العمل الجاد والبناء المثمر والعطاء المستمر حتى نستطيع أن نحافظ على مكانة بلادنا إمارات الخير والعطاء. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبو ظبي افتتح فعاليات الدورة الرابعة من معرض جامعة أبو ظبي للتوظيف 2012. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أهمية المعرض الذي تحرص الجامعة من خلاله على ربط برامجها الدراسية باحتياجات سوق العمل وتلبية متطلبات استراتيجية التمكين للحكومة الرشيدة وأجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 وما يرتبط بهما من خطط وبرامج في إعداد وتوظيف الكوادر الوطنية. يشارك في المعرض الذي يقام بمقر الجامعة لمدة يومين 55 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة في الدولة تطرح ما يزيد على 600 فرصة عمل وفرص تدريبية للطلبة والخريجين في عدد من قطاعات العمل. التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة شكل منعطفا أساسيا في مسيرة الدولة. في تقريرنا التالي وتزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 41 نستعرض أبرز المراحل التي مر بها التعليم في الدولة. انتقلت مسيرة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة مراحل زمنية مختلفة أوصلت الدولة لأعلى المراتب العالمية في مجال التعليم الحديث والمتطور. تاريخ التعليم في الإمارات بدأ منذ الحضارات القديمة وصولا لمرحلة تعليم الكتاتيب أو ما كان يعرف بتعليم المطوع، لينتقل بعدها التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة التعليم الحديث والنظامي، وذلك بافتتاح المرحلة
المدرسة القاسمية في الشارقة عام 1953، لتبدأ المسيرة التعليمية عام 1971 عام قيام اتحاد الإمارات، وذلك بتأسيس الوزارات الاتحادية ومنها وزارة التربية والتعليم التي تولى أمورها في ذلك الوقت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتبدأ مسؤولية الإشراف على التعليم في مراحله المختلفة، ولتبدأ المدارس الحكومية في كافة أرجاء الدولة مجهزة بأحدث الوسائل، ما جعل الدولة تقفز قفزات متعددة في مجال التعليم وتزداد نسبة المتعلمين بين أفراد الشعب. إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية، هذا ما قاله وسار عليه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أولى التعليم اهتماما كبيرا، فجرى تبني خطط مستقبلية لتطوير التعليم لتصل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا الحديثة، ليستمر الطموح إلى وضع خطة توطين المواطنين العاملين في سلك التربية والتعليم ليصل بحلول العام 2020 إلى 90%، وهو طموح وضعته قيادة الدولة أمام نصب أعينها، ليكون التعليم هو أساس الدولة ورقي المجتمع، وذلك من خلال عدة مبادرات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي مبادرات تحقق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات، كان آخرها ترقيات واسعة النطاق بمستوى العاملين في المجال التربوي على مستوى الدولة، ليستمر الطموح ويتسع الاهتمام من أجل تعليم يحقق بناء المجتمع. لأخبار الدار، مراد الشباب. أخبار الدار مستمرة وفيها بعد فاصل. في مبادرة جديدة تضاف إلى الرصيد الثقافي والمعرفي، مؤسسة فن تطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال. عودة جديدة نواصل فيها ما تبقى في أخبار الدار، حياكم الله.
تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أطلقت مؤسسة فن للفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالشارقة المعرض السنوي الأول للفنون الإعلامية في واجهة المجاز المائية. اليوم وبمناسبة انطلاقة مؤسسة فن في هذا العمل الرائع الذي شاهدناه من أعمال أبنائنا وبناتنا الشباب، فإننا نطلق مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال، والذي نتمنى أن يكون له وجود من خلال مشاركة في المهرجانات العالمية. السلام عليكم. بهذه الكلمات أطلقت مؤسسة فن للفن الإعلامي بالشارقة المعرض السنوي الأول للفنون الإعلامية، وذلك تمهيدا لإعداد جيل إعلامي واعد مؤهل للمساهمة بفاعلية في الساحة الإعلامية الإماراتية، وواع بالمتغيرات التي تشهدها منظومة العمل الإعلامي. قمنا بعمل 7 ورش عمل في مختلف أنواع الفنون الإعلامية مثل التصوير والأنيميشن وتصميم الجرافيك. يأتي هذا المعرض تتويجا لسلسلة من البرامج والأنشطة التعليمية والفعاليات التي احتضنتها فن هذا العام كجزء من خطتها الاستراتيجية لاستكشاف الملكات والتوجهات الإبداعية لدى الأطفال والناشئة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم في سياق تعليمي وترفيهي هادف، فضلا عن إلهامهم لإنتاج لوحاتهم الإبداعية ومشاريعهم الفنية لتمثل هذه الفنون مهنا في المستقبل. وفروا لنا مدربين ممتازين، استفدنا من خبراتهم ونمينا المعلومات اللي كانت عندنا، وبعدين وعدونا بمعرض لنعرض فيه الأعمال التي ابتكرناها في هذه الفترة، من التصوير الفوتوغرافي إلى الأفلام القصيرة والرسوم المتحركة. وبقدر روعة هذه اللوحات الفنية وإبداعها، بكل فخر وثقة لما بذلوه من جهد وتفاني في إعداد منتجاتهم الفنية. لنشرة أخبار الدار، فايزة الضنحاني. في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الإماراتي والأوكراني للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في البلدين، تم افتتاح مقر شركة موتور سيتش الأوكرانية المتخصصة في صناعة المحركات والمروحيات في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي. بحضور فيكتور يانوكوفيتش رئيس جمهورية أوكرانيا ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك وعدد من كبار الشخصيات، تم تدشين مقر شركة الأوكرانية موتور سيتش بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي. نفخر بصناعتنا للمحركات والمروحيات وصيانتها، واخترنا الشارقة للانطلاق والتسويق منها عبر الشرق الأوسط. شركة موتور سيتش تعد واحدة من أعرق الشركات الأوكرانية عبر مسيرتها التي تمتد لأكثر من 100 عام، وهي شركة متخصصة في صناعة المحركات والمروحيات وصيانتها، واختارت الشارقة لتكون مقر محطتها الجديدة. الاختيار ما كان عبس، كان مبني على أسس موضوعية جدا، وجود قوانين مرنة، وجود إمكانيات غير عادية، تطور اقتصادي، تعاون غير محدود من إدارات المنطقة الحرة في كل الأوقات. اختيار موتور سيتش افتتاح فرعها بالمنطقة الحرة دليل واضح على الجهود التي تبذلها إدارة المنطقة في توفير كل سبل النجاح والجذب من خلال توفير التسهيلات والخدمات والمرافق التي تعزز مكانتها كمركز للأعمال يهدف لاستقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى المنطقة. موتور سيتش إضافة جديدة للمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي التي تضم أكثر من 5328 شركة عالمية يمثلون 128 دولة. نشرة أخبار الدار، محمد رمضان. برعاية وحضور سعادة العميد عبد الله السويدي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بقصر الثقافة حفلة تكريم للموظفين المتميزين والداعمين لها. بأعين امتلأت بحب الوطن وعزيمة الحفاظ على مقدراته،
وعلى أنغام موسيقى السلام الوطني انطلق الحفل السنوي للدفاع المدني بالشارقة، حفل يأتي كل عام ليكرم موظفي ومنتسبي الدفاع المدني المميزين في الوقت الذي تقف الدولة فيه على أعتاب احتفالاتها باليوم الوطني 41. هذه المناسبة يعني ما هي إلا تكريم للرجال الذين بذلوا الغالي والرخيص في الحفاظ على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة. عام تلو العام وهم كما هم على العهد عاملون حامون لأرواحنا وممتلكاتنا، فلا عجب أن نراهم هنا على منصات التكريم. لم يقتصر الحفل على تكريم الضباط والعاملين بالدفاع المدني، فالتكريم شمل أيضا عددا من الجهات الحكومية بالإمارة بجانب عدد من المؤسسات والجهات الإعلامية الداعمة بدورها لأعمال الدفاع المدني. كما شهد الحفل أيضا تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للدفاع المدني التي تأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية في سياق التطور التكنولوجي الحاصل في الدولة. رسالة شكر وعرفان قدمها الدفاع المدني بالشارقة للجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة له بجانب تكريم موظفيه الذين لم يتوانوا لحظة في تقديم أرواحهم فداء للممتلكات والأرواح. لأخبار الدار حسام سليم من قصر الثقافة الشارقة. وبهذا التقرير نصل لنهاية أخبار الدار، شكرا للمتابعة، وهذا تذكير أخير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الدولة يتسلم نسخة من كتاب أبو ظبي واللؤلؤ، قصة لها تاريخ، مؤكدا حرصه على دعم أبنائه المبدعين والموهوبين والمثقفين. محمد بن راشد يؤكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة الاتحادية تستلهم في عملها نهج الآباء المؤسسين وتمضي في مسيرتها. ولي العهد نائب حاكم الشارقة يرأس اجتماع المجلس التنفيذي ويطلع على استعدادات هيئة الإنماء لمهرجان الشارقة المائي 2012.